من جانبه أعلن المستشار الألماني عن الاتفاق مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية لتجديد لوائح الحجر الصحي والعزل لمصابي كورونا والمخالطين لهم، فضلاً عن تطبيق القاعدة الثنائية المعدلة في المطاعم، حيث يسمح فقط بدخول المطاعم لكل من تم تطعيمه بالجرعة المعززة الثالثة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن مباشرة من برلين مراسل إكسترا نيوز عربي مرزوق. أهلا بك زميلي الكريم، كيف يفسر الإعلام في ألمانيا هذا الانتشار الذي يشبه الحريق لإصابات كورونا في بلد متقدم جدا على الأقل من الناحية الصحية يا سيدي؟ الحقيقة السبب الرئيسي لانتشار متحور إيميكرون أو فيروس كورونا بشكل عام في ألمانيا خلال الفترة الماضية تحديدا هو التخفيف الذي تم في الإجراءات الاحترازية، وشعر المواطن الألماني بأمان زائف الحقيقة حسب ما جاء على لسان خبراء الصحة هنا في ألمانيا ولجنة الحكماء التي كونتها الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من 19 عالم يتشاورون يوميا وأسبوعيا في الإجراءات التي من المفترض أن يتم تطبيقها في ألمانيا. لذلك اجتمع مستشار ألمانيا أولاف شولتز مع رؤساء وزراء الولايات 16 اليوم في قمة كورونا التي انتهت قبل قليل، وقاموا باتخاذ إجراءات جديدة من وجهة نظرهم للحد من انتشار الفيروس وتخفيف العبء الواقع على مفاصل الدولة الألمانية خاصة البنية التحتية. الحقيقة تم في البداية استعراض التقرير الذي وصل إلى رؤساء وزراء الولايات والمستشار الألماني من وضع أوميكرون على الأراضي الألمانية. التقرير وصل لمعهد روبرت كوخ حيث قالوا أن عدد حالات أوميكرون الكاملة في ألمانيا منذ ظهور متحور أوميكرون بلغت 62974 حالة. في 24 ساعة الماضية فقط هناك 11000 حالة أوميكرون في ألمانيا بشكل كامل خلال 24 ساعة. الحقيقة كمان رئيس المستشار الألماني أكد أنه تم الاتفاق على تقصير الحجر الصحي في ألمانيا، لأنه كان من الملاحظ أن موظف المستشفيات وجهاز الشرطة والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة كانوا يجلسون في الحجر الصحي 14 يوم نتيجة الإصابة دون أن تظهر عليهم أعراض. لذلك تم تقصير مدة الحجر الصحي لموظفي الدولة عندما يصابون بفيروس كورونا ولا تظهر عليهم أعراض ويكونوا قد تلقوا تطعيما معززا، تم تقصير مدة الحجر الصحي من 14 يوم إلى 7 أيام فقط. أما المخالطين لهم سواء من الموظفين أو من الأسرة، إذا كانوا مخالطين لأي حالة إيجابية وكانوا أيضا تلقوا التطعيم المعزز أو تطعيم كامل فيروس كورونا لا يحتاجوا إلى البقاء في الحجر الصحي. حقيقة النقطة دي تحديدا يعني هاجمها عدد رؤساء وزراء الولايات كانوا معترضين عليها، لأن المخالطين ربما يكونوا مصابين، والآن المخالطين في ألمانيا لن يخضعوا للحجر الصحي إذا كانوا مخالطين لحالة إيجابية ولكن إذا كانوا مطعمين في نفس الوقت. أيضا والأمر الجديد هنا في ألمانيا أنه في المطاعم سوف يتم تطبيق القاعدة الثنائية الجديدة. القاعدة الثنائية تقول أن سيسمح فقط بدخول المطاعم والجلوس فيها في ألمانيا لكل من تم تطعيمه بالجرعة الثالثة المعززة، وكل من تم تطعيمه بجرعتين يجب أن يكون لديه شهادة سلبية للجلوس في أحد المطاعم. الدخول فقط بحرية كاملة لكل من تلقى تطعيما معززا. أما النقطة الأخيرة التي أعلن عنها أولاف شولز أن رؤساء وزراء الولايات 16 وهو شخصيا مستشار ألمانيا موافق بشكل كامل على فرض إجبارية التطعيم في ألمانيا، ولكن لا يريدون إصدار قرار بهذا الأمر. مستشار ألمانيا يريد ترك هذا القانون تحديدا للبوندستاغ البرلمان الألماني للتناقش في مارس المقبل إمكانية فرض اللقاح في ألمانيا إجباريا من عدم. شاكر جدا للزميل العربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز في برلين.